طيب نطلع على ستير 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 تانك هيتينج بروسيس. رح ناخذ هون الفوليوم رح يكون كونستانت، التعبير اللي بتستعملوه بيقولوا كونستانت هولد اب، يعني انه الفوليوم او الماس في التانك رح تكون كونستانت طول الوقت. هاي البروسيس عندي نفس الشيء تانك، هون في عندي الكتريك هيتر، والانبوت من هاي البروسيس رح اسميه كيو اتش. ايش رح تكون وحدة كيو؟ جولز بير سكند. فهاي الهيتر من هون، والهيتر هاي راح اقدر اتحكم فيها. كيف ممكن اتحكم بهاي الالكتريك هيتر؟ اغير الفلو تبع الهيت منها. علي صوتك. نعم. بالايش؟ بالكرنت. ماشي، بشكل اوضح وضح لي احسن كيف ممكن اغير هاي الفلو تبعها، الهيت فلو منها. اي مقاومة؟ مقاومتها هي نفسها؟ لا، مقاومة خارجية. مقاومة خارجية، بس هل هاي efficient؟ ايش البست بروسيس حتى اغير الهاي؟ تمام. لو عندي هلا اي سي سورس ايش ممكن استخدم؟ السي ار. يعني اذا كنت تربط هاي هلا هون بالباور الكترونكس بامكاني استخدم بغير الفايرنج انجل. اوكي، فهون عمالي بغير هذا هون اي سي فيز كنترول، بغير الفايرنج انجل تبعت هذول التو اس سي ارز. اذا غيرت الفايرنج انجل تبعت التو اس سي ارز وعندي هون اي سي فولتج سورس، راح يتغير الار ام اس فولتج، راح يتغير الار ام اس كرنت تبعها. لما تكون الفايرنج انجل 180 راح يكون الفولتج هون زيرو، لما تكون الفايرنج انجل هون زيرو كل الفولتج اللي هون عماله بدخل على هاي. هذه مثال. وهذا هون الفا، الزاوية الفا رح تيجي من الكنترولر، مزبوط؟ هذا صار manipulated variable. وكيو استخدمته انا هون، احتمال كبير كيو هو يكون manipulated variable. عشان اغير درجة الحرارة. هلا في عندي هون هي هذا البروسيس ليكويد، راح افترضه انه constant رو، وراح افترض الفوليوم هون كمان constant. عندي هون V رو لهدول اعتبرهم constant للمادة هاي. هلا في عندي هون فلو W، وهذا هون ماس فلو ريت كيلوغرامز مثلا بير مينيت او كيلوغرامز بير اور او بير سكند. داخل عندي هون تي ان، داخل عندي هون W. فتي ان ودبليو ان هم الفلويد اللي عمالي بدخله على السيستم، ومش متحكم انا هون، يظهر انا مش عمالي بتحكم من اللي موجود هون بهاي، فراح اجي اتحكم بعدين بالفلو مثلا الاوتبوت فلو، او راح اعتبره ديستربنس. عندي هون ستير، ستير عمالها بتحرك هذا المزيج من هون حتى اتاكد انه الهيتنج اللي بيجي من هون. فستير راح تضمن لي الاسامبشن، اي اسامبشن؟ انه عندي بيرفكت ميكسينج. ستير راح تضمن لي بيرفكت ميكسينج. بيرفكت ميكسينج معناها درجة حرارة التي اللي بتطلع من هون هي نفس درجة حرارة تي اللي موجودة. فهذا المزيج هون رغم انه درجة حرارة هذا تي اي ما راح تكون مساوية لتي، واحتمال كبير ايش تكون تي اي درجة حرارتها؟ اقل. احتمال تكون تي اي عمالها بتجينا على درجة حرارة اقل، عمالي بسخن هون حتى ارفع درجة حرارة هذا المزيج واصله لقيمة معينة.
وراح يكون عندي على فكره هاي فاريبلز، عندي تي اي فاريبل مضبوط، دبليو اي فاريبل. تي احتمال كبير ايش يكون تي؟ سميناه احنا بلغتنا مش السيت بوينت، البروسيس فاريبل، مش هيك؟ الكنترول فاريبل، الفاريبل اللي بدي اتحكم فيه احتمال كبير يكون تي اللي بدي اتحكم فيه. فبطلب انا هذا بدي المحلول هذا يكون على درجه حراره معينه، ويكون دبليو ودبليو ان وتي اي مثلا ديستربنس فاريبلز. يكون عندي هون بروسيس فاريبلز، هذا يكون البروسيس فاريبل، هذول ديستربنس. هلا بنشوف لما نعمل الديجريز اوف فريدم اناليسيز اللي موجوده هون. احنا فرضنا هون عندي بيرفكت ميكسينج. هلا كمان لانه عندي هذا كونستانت هولد اب، ايش يعني كلمه هولد اب؟ احنا مش متعودين عليها، بس هي كلمه هولد اب جاي من علم البروسيس، بيستعملوا هاي الكلمه. يعني انا ايم هولدينج اب ا كونستانت كوانتيتي، ففي اذا كونستانت. احنا بنفترض هون عندي بسبب الكونستانت هولد اب من هون، نفترض انه في كونستانت، ويعني رو في كونستانت، رو في كونستانت، وهون صار عندي الليكويد هولد اب كونستانت. هلا هذا بنتج عنه شيء مهم اللي هو دبليو ان بساوي دبليو اوت. هذول الاثنين صاروا متساويين حتى يكون عندي هون الفوليوم. طبعا احنا هون مفترضين انه ما عندي كومبريسيبيليتي، وهذا ليكويد انكومبريسيبل، فمفترضين هون احنا عندنا الدنسيتي كونستانت يرو، density constant، وكمان الـ heat capacity constant. heat capacity أو هدول الاثنين constant. يعني احنا بنقول الهيت كاباسيتي ما بيعتمد هون على التمبرتشر، كل بتذكر شو الهيت كاباسيتي؟ ايش الهيت كاباسيتي؟ لازم ارفع الماده درجة. تمام، ايوه ممتاز. ايش هو؟ حتى ارفع درجه حراره الماده، حتى ارفع يونت ماس من المادة هاي يونت تمبرتشر، يعني درجة مئوية واحدة، بدي عدد معين من الطاقة اللي هي الجول. اوكي، هاي سبيسيفيك هيت كاباسيتي، وهاي انتنسيف بروبرتي، مش هيك؟ وهاي اكستنسيف بروبرتي، هاي بتعتمد على الوزن، الوزن يعني كمية من المادة هاي. بس هذه هون عملنا لها نورماليزيشن فصارت جولز بير كيلوغرام بير ايش؟ specific heat capacity هي كمية الحرارة اللي بحتاجها حتى أرفع كيلوغرام واحد من هاي المادة درجة مئوية واحدة. هلا هون اللي عماله بقوله إنه هاي ممكن بالحالة العامة إنها تكون temperature dependent، بس إحنا مفترضينها هون إنها مش temperature dependent.